أهلا بكم مشاهدينا من وين ما كنتوا تتابعونا. بعد ما توقفنا الأسبوع الماضي بحلقتنا اليوم من برنامج هيت أون سيت، راح نحكي على آخر الأخبار والتطورات والنشاطات بالوسط الفني اللي صارت خلال هذه الأسبوعين، وأيضا راح نحكي عن كل التفاصيل عن السينما العالمية وترتيب الأفلام بالبوكس أوفيس، والبداية حتكون من العناوين. صورة للقيصر وابنة في مصر تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. للمرة الأولى بحياته، الفنان محمود التركي يشارك في مهرجان جرش بدورته 36. موجة جدل بين رواد مواقع التواصل بسبب ارتداء أدل الفستان يشبه فستان أم كلثوم. بعد غيابه عن الساحة الفنية لفترة، جوني ديب يوقع عقد ملايين الدولارات، وطاقم مسلسل العين وبالعين يحتفل بانتهاء التصوير وينشر البرومو الرسمي.